رجعنا لكم تاني، وزي ما قلنا في المقدمة ان ستاند اب كوميدي او الكوميديا على الواقف هي نوع من الفن يعتبر جديد في مصر بس مش جديد في العالم. هنعرف عنه اكتر من خلال ضيفين تميزوا جدا في هذا النوع من الفن وقدموا عرض متميز جدا الاسبوع اللي فات في ساقية الصاوي. بيسعدني يكون معايا ادهم عبد السلام وامير عزت. صباح الخير. صباح الفل. اخباركم ايه؟ كله تمام الحمد لله. مش فن جديد في العالم بس فن يعتبر جديد في مصر، هل انا صح؟ الى حد ما هو كان موجود قبل كده، يعني من عبقرة زي شكوكو واسماعيل ياسين وثلاثي اضواء المسرح، الناس دي عملت مشوار ضخم جدا 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 في فنون المونولوج. بس طبعا الفن ده تطور من مونولوج او واحد بينكت لواحد بيضحك الناس معاه مش عليه، وده يمكن التطور بتاع الستاند اب كوميدي، بس هو موجود هنا طبعا في مصر. مين اكتر الناس اللي تميزوا في الفن ده في العالم واللي انت اثرتوا بيهم يعني؟ هو في ناس كتير. بص انا ما تابعتش قوي الستاند اب كوميدي، انا يمكن لما جه معايا الستاند اب كوميدي دخلت فيه من غير ما اتفرج قوي، ما حبيتش ان انا حاجه تعلق في دماغي وابقى برتجل، لان احنا تلات ارباع الشوز بتاعنا بنبقى بنرتجل على الستيج. فعارف فكره ان انت حاجه تفضل في دماغك ومره واحده هتطلع منك على الستيج من غير قصدك، فخففت قوي ان انا اتفرج على يوتيوب او اتفرج على اي حد. بس في حد روني خليل، يمكن هو كان اكتر حد، هو مصري امريكاني بس اتشهر بره قبل ما يجي هنا في مصر، فالشهره بتاعته جت من بره الاول. فروني خليل يمكن اكتر حد اتفرجت عليه انترناشونال. ايه اللي بيعجبك فيه يعني؟ طريقته كده في رمي الجوكس نفسها، بحس ان هو تقيل على الستيج، ولما بيجي يرمي الجوك كده مش عارف بيعملها ازاي. هنا في مصر اللي يمكن بقى اتفرجت وشدني للستاند اب كوميدي قبل ما اعرف انترناشونالز كان جورج عزمي. جورج عزمي يمكن عمل حاجه كبيره في مصر، اللي هو لا فعلا لما بتقول ستاند اب كوميدي تقول جورج عزمي. فانا اتفرجت عليه الاول، بعدين عجبني اللي بيعمله. ايه ده، ايه الستاند اب كوميدي ده اصلا، ده بيتعمل ازاي؟ بعد كده ابتديت افكر ان فعلا ليه لا. نفس الكلام حصل لك يا ادهم ولا انت كانت قصه مختلفه معاك؟ لا انا يعني الى حد ما قريبه، بس انا بالنسبه لي كان واحد زي ديف شابيل. ديف شابيل طبعا امريكاني، بس الكوميدي بتاعته ده اللي شدني جدا، وده اللي كنت بقول لك عليه من شويه، اللي هو تطور الستاند اب كوميدي، ان هو قد ايه بيضحك الناس معاه مش عليه. والجوك بتاعته دايما بيبقى فيها مسج. انا من كبار مشجعي ان انا لو عايز اوصل رساله ممكن اوصلها ب 60 طريقه. انا من كبار مشجعي طريقه ان انا اضحك اللي قصادي بس اوصل له نفس الرساله دهيت. بدل ما امسكه بعصايه واقعد اطرقع له على ايديه، او ان انا ازعق فيه، او ان انا اشخط فيه، او ان انا اتكلم في خطاب جد جدا، لا طب انا ممكن اضحكه بانترتينمنت وبترفيه كويس قوي وبرده نفس الرساله توصل. عجبني ده جدا جدا في ديف شابيل، وهو ده يعني هو ايه يعني ايه نوع المسجز اللي بيوصلها او الرساله اللي بيوصلها؟ عامة كده كده الستاند اب كوميدي لو مش بيتكلم عن حاجة واقعية ومش بيتكلم عن حاجة تهم الناس اللي حواليه، مش هيبقى مهم، مش هيبقى له قيمة. فأنا شفت اتفرجت على ديف شابيل وهو بيتفرج على المعاملة أو التفرقة ما بين السود والبيض في أمريكا. شفت ديف شابيل بيتكلم عن التطور، أو يعني تطور علاقات الرجل بالست في أمريكا. بيتكلم عن الحاجات اللي من الواقع بتاعهم هم. فطبعا الحاجات ديت مش هينفع تترجم كما هي عليها كده هوت لهنا هوت، وانما لو اتكلمت عن الواقع بتاعنا هنا هوت، الواقع بتاعنا هنا بسم الله ما شاء الله يعني خامه خصبه جدا للكوميديا. 2011 بصراحه يعني كان يعني اخصب من العادي بصراحه. طبعا طبعا يعني كان في كميه كوميديا غير طبيعيه. انا افتكر في ثوره 25 يناير انا فعلا سمعت واحد واقف على مسرح وبيزعق بعلو صوته، يسقط يسقط فوزي مبارك. المشكله ان هو مش قال فوزي مبارك، المشكله ان لقيت الناس بترد عليه وبتقول يسقط يسقط فوزي مبارك، اللي هو يعني فاهم لف وارجع تاني. هو عمل حاجه. امير انتوا قدمتوا العروض دي في مصر، يعني اولا عايز اعرف استقبال المشاهد المصري او الجمهور المصري لفن يعتبر زي ما قلنا جديد عليه. احنا بنحب دايما نتسلى او نشوف حاجه تسلينا، لكن واحد واقف وبيضحك بس ممكن واحد يستغربه، الموضوع عامل ازاي؟ يمكن كان في الاول الناس كلها مستوعبه ان هو الحاجات دي موجوده على يوتيوب بس تقدر تشوفها اونلاين، مش تحضر شو. واحده واحده الناس ابتدت تستوعب ايه ده، لا ده ليهم شوز، ايه ده، طب تعالوا نروح، طب ايه ده نتفرج. فالعدد بيزيد كل فتره، ان الناس بتيجي تتفرج تتابعنا تشوف الدنيا ماشيه ازاي. فلا في اقبال من المصريين ابتدوا يستوعبوا الفن ده، لان انت مش محتاج تروح مسرحيه او فيلم، لا ده فرد ممكن يقف بطوله على ستيج فعلا زي ما انت ما بتقول بالمايك في ايده ويضحك الناس كلها وبيقرب منهم اكتر. مش لازم بقى مسرحيه وسكريبت والموضوع كبير وسينما وتروح لغايه هناك، لا ممكن تضحك ضحكه بسيطه يمكن 10 دقائق وربع ساعه بس، لا ابتدوا يستوعبوه الحمد لله. بص يا عمليه يعني فيها شويه مخاطره اكيد،
خلينا نعرف المخطط جاي من ايه والتبعيات لدوت ايه، بس هنروح نشوف الاول جزء ليك على المسرح اوكي اعتقد من السيد الصاوي من ستاند اب كوميدي الامير عزت، ونرجع تاني خليكم معانا. حاجه بقى طبعا يعني طبعا هنا الستات على عيني وراسي والبنات، والف شكر ليكم يا جماعه، بس 60% من الجنس الناعم بيسوق حلو قوي الصراحه. يعني انا بشوف السواقه كده على كوبري اكتوبر برضو بيحودوا كده سايقين بقلبهم. بيرجعوا التلفزيون كده لو سابوها يبقى لوحده. وطبعا بقى فكره المرايات دي جميله جدا، المرايه اليمين والشمال واللي فوق دول عشان الميك اب وعشان الشعر. عربيه جايه يمين وشمال مفيش، نزلت الكوبري ايه وانا اهو انزل الجور اللي ورا ده عادي جدا. الفكرة بقى ان احنا رجالة متهيألي اهالينا بيركبوا جنبينا كتير وبالاخص الام. عارفين الموضوع ده؟ كنت اول مرة اكتشف ايه لازمة الدراع اللي بيبقى فوق. امير 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 هنخبط 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 العربية هنا اصلا. يعني انا مش خابط في حاجة. طب بص هدي 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 بص هيحذف عليك ازاي؟ هيحذف عليك هيحذف عليك. طب انت توقعتي يعني هو هيحذف عليا ليه؟ ليه ان هي دي؟ احنا على الدائري من كتر التوتر نزلت خدت تاكسي وسبت لها العربية. كنت عامل حادثة بجد؟ فظاع. فالسواقة جميلة في مصر كده وكوبري اكتوبر، طبعا كوبري اكتوبر ده مش اسم على مسمى اطلاقا. يعني نصر اكتوبر عبرنا. مستحيل. في ناس بقى بتعامل العربية على انها كائن بشري. تيجي تركن حد تاني يا باشا. طب افرض حد طلع على المسرح ودمه تقيل، بتعمله ايه؟ او ايه اللي بيحصل؟ او ما بتخافش؟ يعني افرض او الجمهور مثلا موده مش حلو مثلا. هي دي هتبقى في ايدين الجمهور الصراحة. فعلا. دي صعبة. في ايدين الجمهور؟ موده دي ما بقتنعش بيها لان هو اوريدي جاي ستاند اب كوميدي، فهو جاي عشان يضحك. ما كانش جه بقى من الاول. بس زي ما يقول لك ايه؟ في جمهور يبقى متفاعل وفي جمهور صعب وتقيل. وانت حسب الايفنت اللي نازل فيه، يعني لو نازل حاجه فور فري واي حد رايح وبتاع، اه ده ممكن اقول لك في النص ممكن يبقى حد ملوش مود ويقعد يرخم او يعمل اي حاجه، لكن حد جاي لك شو مخصوص وجاي تيكت ورايح لك مخصوص مكانك، لا ده جاي عشان يضحك. مش جاي ان هو لسه بقى بيفكر او حاجه. ادهم، في انواع من الستاند اب كوميدي او كوميديا على الواقف؟ طبعا طبعا. ازاي بقى؟ من ضمنها مثلا يعني في وناس ابتدت ان هو تعمل الموضوع ده في مصر، ان هو بيطلع بميوزيكال انسترومنتس بجيتار مثلا او جيتارين، وبيبقى بيعملوا باراديز، بياخدوا اغنيه سواء كانت مصري او اجنبي ايا كان، وبيغيروا الكلمات بتاعتها خالص. اللي كان برضه يعملوا زمان في رسائل المسرح. بالظبط كده بالظبط كده. وبيتعمل بيها، بس برضه ان هو مش الموضوع ان انا تريقه وخلاص، وانما تريقه فيها مسج او رساله بحاول اوصلها. من ناحيه تانية في دواتوز، ممكن اتنين كوميديانز يطلعوا في نفس الوقت. في شعر، ناس بتطلع بتلقي شعر بس يعني بيبقى دمه خفيف الى اقصى الدرجات، بس شعر على يعني او كوميديا على نفس الوزن وقافيه. وفي انواع كتير من الستاند اب كوميدي. وايه الانواع اللي انتشرت في مصر او نجحت في مصر قبل غيرها؟ فجوه الستاند اب كوميدي لا هو اللي ثابت للناس، الناس مستوعبه على طول ان الستاند اب كوميدي هو العادي خالص، واحد واقف بالمايك وقاعد بيتكلم. بس مع التطوير ده يعني شويه الحاجات لما دخل فيها مزيكا الناس ابتدت تستوعبها شويه. ممكن انا جربت حاجه جديده في الشو اللي فات، ان دخل مارينات مع الستاند اب كوميدي دي. يمكن كانت جديده، انا ما اعرفش اصلا حد عملها قبل كده في العالم ولا لا، بس يمكن كانت فكره جديده والناس تقبلتها انبسطت جدا، اللي هو انا بكلم عروسه ماريونات وما شافوش كمان ماريونات كتير. فالموضوع لا الموضوع في تطوير، يعني مش شايف ان هي ممكن تقف عند الستاند اب كوميدي بس بالمايك، لا ممكن يبقى كوميدي شو وجزء منه ستاند اب كوميدي. ممكن ادهم، انت كان ليك عروض زي ما قلنا متميزه، كان ليك عروض كمان جزء من عروض فيها فنانين عالميين او مصريين عالميين زي راني خليل مظبوط وغيرهم. تعال نشوف برضو جزء ليك ونرجع تاني نكمل. اتفضل. علاقتي بخطيبتي ابتدت ازاي وقد ايه انا فعلا حرمت ابويا من حاجه جميله جدا. ابويا قعد طول عمره عمال بيحوش
عشان يوم اما اجي انا اخطب يعرف يقعد قدام ابو خطيبتي بالفم المليان ويقول له مالكش حاجه عندنا احنا جامدين قوي. وجيت انا هدمت كل احلامه وطموحاته وخطبت واحده اجنبيه هي من اليونان. ابوها لما قعد قدام ابويا ما طلبش منه اي حاجه خالص، قال له مش ابنك عنده شقه؟ اتفضل خلاص. ابويا ساعتها رجع خطين ورا، طب انا عايز اتفشخر، طب انا عايز اتفرد، انا عايز اعمل اي حاجه. وكنا قاعدين في مطعم وكل شويه ابويا يقوم مايل على يعني ايه اللي هو هيبقى حمايه ان شاء الله، اللي هو ادهم ده فيري جود بوي وبسم الله ما شاء الله وبيشتغل ومرتبات وبيسافر بره كتير. بعديها بخمس دقايق ليه راجع تاني، اه بسم الله ما شاء الله ادهم بيتكلم اربع لغات وحاجه، بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. والله العظيم كان عندي احساس ان هو المره اللي بعديها اقول له على فكره ادهم كويس جدا بسم الله ما شاء الله صحته كويسه بومب و10 على 10 اكتف ايه. ابويا له منطق غريب جدا جدا يعني، حتى قبل ما سافر البرازيل ابويا يعني مش عارف عنده احساس برضو مش عارف هو مقلق مني مش عارف ليه. انا بني ادم ملتحي بحاول ابقى ملتزم شويه، وانا مسافر البرازيل، البرازيل طبعا كلكم عارفينها، ابويا بيديني بقى قبل ما اسافر البرازيل كنت بقضي هناك سنه، ابويا بيديني الوصايا العشر، فاللي هو ايه بقى خلي بالك من فلوسك، ما تسيبش حاجتك في حته ما تعرفهاش، ما تاخدش بونبوني من حد ما تعرفوش، انت الجو ده. ففي الاخر جه بيقول لي وعلى فكره ابعد عن الستات هناك في ايدز و... كنت عايز اعرف ايه اللي حصل. اكملها لك انا مفيش مشكله. انا بس تعذرني في اللفظ، بس هو ده اللفظ اللي والدي استخدمه الصراحه. انا زي ما كنت بقول له انا كنت بسافر البرازيل ووالدي بقى بيديني الوصايا العشر، بقى له ايه خلي بالك من فلوسك، ياك خلي بالك من حاجتك، ما تمشيش الشارع ضال، ما تاخدش بوني من حد ما تعرفوش، الحاجات المعروفه دهيت. وبعدين لقيته انطق بيقول لي بقى خلي بالك من الستات عشان الامراض هناك والاتش اي في والايدز ومش عارف ايه بتاع وكده هوت. فبصيت له ببراءه يعني بقول له لا ما انت عارف ما هي يعني انا ماليش في السكه دي. غضب عليا جدا وبصري مالكش ليه يعني يا روح امك مش راجل ولا ايه؟ يعني لو طب انت عايز مني ايه؟ طب انت عايز ايه صحيح؟ اعمل ايه اقضيك ازاي؟ فاهمني. طيب ادهم دلوقتي وامير طبعا حاليا زي ما احنا قلنا تاني احنا عندنا ماده خصبه جدا، عندنا سياسه وعندنا ثوره وعندنا حاجات كتير قوي. هل ممكن المجتمع هنا يتقبل حاجات معينه او ما يتقبلش حاجات معينه غير بره يعني في ستاند اب كوميدي؟ يعني حاجات في السياسه، حاجات في الدين، حاجات في الاخلاقيات، ولا ايه بتلاقيهم حذير يعني؟ انا في جوك في حاجه كنت بقولها اني استخدمتها ولقت نجاح كبير جدا 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 وفي نفس الوقت لقت نقد جامد جدا جدا. موقف انا شفته في مسجد وشايف انه يهلك من الضحك. الراجل فاولا في منتجع سياحي في العين السخنه وبدأنا كبيره جدا وخارب الدنيا لمده ساعه بيخطب لحد ما غسلنا يعني وعمال بيتكلم في حاجات غريبه جدا جدا وحرم الدنيا كلها اللي عايشينها والناس كلها عماله تعمل كده. وهو كل ما يعمله كده هو ياخده الجلاله ويكمل لحد ما اتطرق لعلاقه الاب ببنته وقال فهي ايها الاب البار ان رايت ابنتك تتبرج او تضع زينتها فاعلم علم اليقين انها ذاهبه لرؤيه الحبيب. لقيت الناس كلها اللي حواليا في المسجد عليه الصلاه والسلام. دي جوك لاقت اقبال جدا 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 من الناس لان فيها مسج المفروض مش الخطبه انها تقعد بالمنظر ده، الخطبه المفروض تكون حنينه بالظبط. بس في ناس قالت لك انها في الاخر ممكن بتفقد التركيز وبتبتدي بيحصل موقف زي دوت اللي هو يعني فاهم هو مش مركز اصلا تسبح طبعا طبعا بس وناس ثانيه بتعترض جدا جدا لا ما ينفعش تيجي جنب السكه دي اصلا. طب انت بتعمل ايه بقى يعني انتوا بتعملوا ايه النهارده ككوميديانز؟ بتعملوا ايه مثلا؟ بتفكر تكتب حاجه تقول لا اصل انا مش هقولها عشان مش عارف ايه؟ بص انا بكتب وممكن تسرح مني حاجات، ممكن الفاظ ممكن تروح في حته، بس هي الفكره في الاودينس او الجمهور اللي انت رايح له هو اللي بيحدد لك هتقول ايه وما تقولش ايه. يعني ممكن تحط محاذير في مكان زي ساقيه لان الجمهور اللي جاي متوقع ان انت الى حد ما هتكلمه في كوميديا فيها الفاظ معينه ما ينفعش تقولها. تروح مثلا شوف اي يو سي، ناس اوبن مايندد، الناس بتتفرج اصلا على انترناشونال كوميديانز بيتكلموا كمان في حاجات مفتوحه جدا بره ما عندهمش اي كيوت في اي حاجه. فبالتالي لما بتكلمهم في اي موضوع من الحاجات المحاذير اللي الناس تانية ممكن تشوفها محظوره ما ينفعش اقولها فبينفعني ساعتها الماتيريال ان انا لا موجود عندي. فاي حاجه بتيجي في بالنا انا عن نفسي بكتبها، ما بحطش لنفسي كيوت خالص، بالعكس بكتب كل حاجه بسيبها وبستنى الجمهور اللي يتلقى ده مني. فكره اللي انت تبقى عندك زي ما بيقولوا ايه جوكس معينه كاتبها او ريبرتوار
كاتبه وممكن تكرره او ممكن كده، هل ده بيحصل ولا لا؟ وازاي تتجدد نفسك كستاند اب كوميديان ما يبقاش هو تكرار؟ انا بالنسبه لي عمليه الكتابه عندي عباره عن ان انا بس ببقى مفنجل عينيا شويه، ببقى ببص في مواقف كتير جدا جدا، زي ما قلنا لك موقف حصل في المسجد، موقف حصل في الشارع، موقف حصل والناس سايقه، ايا كان بتركز بتبقى مفتح عينيك بس وبتشوف الحاجات ديت. واول ما بلقط موقف من دولت بقوم كاتب وابتدي اشتغل عليها بحيث انها يتخرج جوك او افيه حلو يطلع على ستاند اب كوميدي بس. والكلام ده طبعا بيبقى موجود في جوكس، طبعا اكيد مش هقدر انكر ان في جوكس بتتعاد من شغل اخر، لان عمليه كتابه الكوميدي اصلا عمليه ما هيش سهله، مش بتيجي كده يعني، فهي عمليه صعبه. ففي جوكس بتتعاد، وانما لازم عشان الكوميدي يعيش لازم يبقى بيجدد نفسه، لان ايا كان اللي انا قلته من سنه ممكن ما يبقاش الواقع دلوقتي. بتشوف ده في كوميديانز تانيين هنا او في العالم بيعيدوا كلامهم او بيعيدوا جوك؟ للاسف للاسف وهل المشاهد ممكن يحس بده او يتضايق؟ طبعا طبعا طب والكوميدي بتتعب سالك ايوه طب وده استسهال من الكوميديان طب ده استسهال من الكوميديان ولا ايه يعني؟ بقى ولا كسل ولا خايف يقول حاجه تانية فما تضحكش؟ هو خايف من الريسك يعني. انا شايف لان انا لما بعمل سكريبت جديد يمكن بجربه على ناس، بجربه على اصحابي، بجربه على كل الناس، لكن لما بطلع على الستيج وقدامي الاودينس كلها او الجمهور كله انا بلعب على الريسك، هيضحك ولا مش هيضحك، هتعجبه ولا مش هتعجبه. فممكن يبقى خايف من الريسك ده، بس انا بلعبه الريسك، انا ما بتفرقش معايا، انا هطلع وهقوله، لان ممكن الشو جاي اصلا يبقوا هم سبب ان انا كبرت السكريبت ده لدرجه انه بقى الشو كله عشان عجبهم. ما عجبهمش خلاص ما بطولش فيه يعني، ممكن ابقى محضر 5 دقايق اقول منهم دقيقه، ما عجبهمش خلاص كنسل واروح على حاجه تانية. لازم في فلكسبيليتي او لازم تطوير، ما ينفعش ان انا افضل ثابت يعني. طيب احنا اكيد مش هيكفينا فقره واحده نتكلم على ستاند اب كوميدي، واكيد هيبقى معانا تاني. هل لك عروض قريب جايه ولا لسه ما فيش بلانز؟ يعني لسه مستنيين كده نشوف ايه اللي بيحصل في البلد، واحتمال الله اعلم نبقى في التحرير، ما اعرف. طب هاي ان شاء الله يا ريت ان شاء الله. اخيرا وسريعا جدا، ليه ما فيش ستاند اب كوميديانز بنات بقدر ما في ولاد في مصر؟ بصراحه جدا بالاخر ما تفكرش ليه. هو بامانه انا ببساطه يعني مقتنع ان برضو العمليه ليها علاقه بالثقافه المصريه، ان البنت برضو ليها حياء معين، ليها ده في الثقافه المصريه يعني، ليها حياء معين، ليها كلام معين ما ينفعش تتطرق اليه. انا ممكن اسمع جوك من ولد وتعدي، بس اسمعها من بنت ما تعديش. ده بالنسبه لناس كتيره، انا بالنسبه لي شايف ان الاثنين متساويين، واهلا وسهلا. طالما الجوك، انا كده كده في الكوميدي بتاعتي بحب زي ما بيقولوا في الانجليزي PG-13، ان الشو بالكامل يكون اوكي من 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 تينز لحد فوق خالص. فطالما البنت بتعمل نفس كده في الراديو شو بتاعك مظبوط في نايل اف ام، نفس الكلمه برضو PG-13، يقول لك انا مش عايز ازيع عشان خاطر مش PG-13 هو كمان مذيع في الراديو ادهم، فعنده شو الليل كده فبيعمل نفس القصه برضو. طيب عامه انتوا نورتوني جدا، وان شاء الله نشوفكم تاني من خلال نهارك سعيد، وهتكون معاكم طبعا، ويا ريت يكون احنا بنفكر بقى، نفكر ان شاء الله كده خلال نايل لايف نعمل شو للستاند اب كوميدي، بنفكر نعمل كده فعلا، لانه اعتقد ان حاجه ممكن تبقى ظريفه جدا. كل اسبوع بنقدم ساده كوميدي، ضحك الناس على الصبح كده. لا مش الساعه الصبح خالص اكيد لا، عشان الناس تسمع مش تنام يعني. بس نورتونا وميرسي جدا على وجودكم معانا. كان معانا ادهم عبد السلام، هو ستاند اب كوميديان ومذيع في الراديو وعنده حاجات تانيه بيعملها، وايضا امير عزت ستاند اب كوميديان وايه؟ وستيج مانجر في سيد الصاوي. وستيج مانجر في سيد الصاوي. بنشكرك شكرا جزيلا. المشاهدين هنروح لفاصل ونرجع تاني، لسه مكملين معاكم. نهارك سعيد، خليكم معانا.